فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يستفاد من حديث عبد الله بن أبي أوفى مشروعية الابتداع في الدين فيما كان ثابتا في أصل الشرع كما يقول به البعض ويسميه البدعة الإضافية؟ لا يجوز الابتداع في الدين، لا بدعة أصلية ولا بدعة إضافية، لا يجوز الابتداع في الدين. البدعة الإضافية أن يكون الشيء مشروعا في الأصل ثم تأتي وتزيد عليه، تزيد عليه. مثلا صيام التطوع المطلق، الصيام المطلق أنت تقيده في أيام معينة، هذا بدعة، تصومه مطلقا متى ما تيسر لك. وأما أنك تقيده بأيام معينة من لم يقيده الشارع بها، هذه بدعة إضافية ولا تجوز. التسبيح والتكبير مشروع، كونك تجعل له وقت معين من غير دليل أو تجعل عدد معين من غير دليل، هذا بدعة إضافية. ابن مسعود رضي الله عنه دخل على قوم في المسجد وقد جمعوا حصى، وفي واحد يقول سبحوا 100 كبروا 100 قولوا، فأنكر عليهم غاية الإنكار رضي الله عنه، أنكر عليهم، قال: هذا بدعة ولا يجوز. فهذا إذا كان الإضافة من عنده ما لها أصل، لا يجوز هذا، لا يجوز أن نقيد ما أطلقه الشرع أو نطلق ما قيده الشرع، بل نتبع الشرع في هذا. نعم، والبدع لا تجوز مطلق، ولا أحد يحسنها أو يصوب بعضها. نعم، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.